استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء بمقر الرئاسة سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث مور روبين. قالت السفيرة إنها ناقشت مع الرئيس تبون إيجاد حلول للقضايا الدولية بما في ذلك الدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى رغبة قيادتي البلدين في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان دولة آمنة للفلسطينيين. السفيرة عبرت عقب هذا الاستقبال عن أملها في أن يتم افتتاح خط طيران يربط الجزائر العاصمة بنيويورك لتمكين العلاقات الثنائية أو تمتينها بصورة أكبر. حول هذا اللقاء تحدثنا بشكل تفصيلي أكثر عما دار فيه مراسلة الحرة جهيدة رمطاني. جهيدة تفضل. إذا هو لقاء مهم جمع اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر إليزابيث مور روبين بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية وبحضور مدير ديوانه السيد بوعلام بوعلام. إذا اللقاء تطرق في مجمله إلى ثلاث نقاط أساسية: اقتصادية، أمنية، وثقافية. اقتصاديا تم الحديث عن تعزيز التبادلات البينية والتجارية بين البلدين أن يتم رفع قيمة الشركات الأمريكية هنا في الجزائر، حوالي 100 شركة تتواجد اليوم. تم الاتفاق أيضا على بدء الفعل في المستقبل القريب لفتح خط طيران مباشر بين الجزائر ونيويورك، وهو الأمر الذي لطالما طالبت به سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث مور روبين هنا في الجزائر منذ تعيينها سفيرة قبل حوالي سنتين من الآن. على مستوى الأمني تم الحديث أيضا على تعزيز الشراكة الأمنية والعسكرية بين البلدين. قبل ثلاث أيام من الآن كان هناك فريق للشرطة، 4 ضباط من الشرطة الأمريكية قاموا بتدريب هنا في الجزائر عن كيفية إنقاذ الرهائن. هذا ليس جديدا ولكنه تكملة لسلسلة من الشراكة الأمنية بين البلدين. أيضا على المستوى الثقافي تم الحديث عن تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في الجزائر من خلال المعاهد والتكوينات التي تقدمها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للطلبة للراغبين وحتى للهيئات الرسمية التي تريد تعلم اللغة الأمريكية وتعزيز حظوظ هذه اللغة في التواجد في الأكاديميات الجزائرية في المعاهد وأيضا في الجامعات. إذن كان اللقاء تم فيها الحديث عن هذه العلاقات، قوة هذه العلاقات، تقييمها في الآونة الأخيرة خاصة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنظيره الأمريكي مؤخرا في إيطاليا. وتم في الختام تهنئة الشعب الجزائري رفقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باحتفال الجزائر في 5 يوليو المقبل باستقلالها. شكرا جزيلا لك من الجزائر مراسلة الحرة جهيدة رمضاني.